السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبائي الكرام. اهلا بحضراتكم ولقاء جديد وبرنامجكم شفت منام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هو واول ما هبدا كلامي هبدا كلامي بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتمنى من حضراتكم ان كل اللي يسمعني يصلى على سيدنا النبي. وان شاء الله هتواصل معاكم ان شاء الله ساعه كامله. واستمع لمناماتكم وأحلامكم أتمنى من حضراتكم تتواصلوا معايا عن طريق الهاتف وعن طريق قناتكم المميزة الصحة والجمال. النهارده إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا يا ريت الكل ينتبه معايا يا ريت الكل ياخد باله من هذه المنامات وهي منامات لا تستحب إن هي تتفسر يعني إيه منامات لا تستحب إن هي تتفسر؟ يعني أول ما أشوفها ما أفسرهاش أبعد عنها. ما اشغلش بالي من بها علشان ممكن تأدي ليا بتعب وارهاق ونكد وهموم وهبدأ بأول حاجة يا جماعة ايه اللي أنا أشوفه في المنام وما أروحش عند معبر وأقول له فسرهولي وأستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يعطيني خيره ويبعد عني شره لو لقيت في المنام أو شفت منام إن أنا معايا سجادة السجادة دي بق فيها بعض الثقوب السجاده دي مقطعه ممزقه السجاده دي بلاقيها ملفوفه على بعضها انتبهوا معايا بعد اذنكم انتبهوا معايا ما فسرش المنامات دي يعني. لما اشوف سجاده ممزقه اركن المنام على جنب واقوم كده واقول اللهم اعطيني خيره وابعد عني شره يا رب العالمين لما اشوف سجاده ممزقه لما اشوف سجاده ملفوفه على بعضها لان كل الكلام ده ممكن يؤدي الى هموم ونكد وضيق في الرزق ومشاكل كبيره قوي قوي أوي ما فسرش المنام ده ليه افسره ان هو وهو هيجيب ليه تعب مش هيفيدني بحاجه طيب ايه تاني لو شفته في المنام ابتعد عن ابتعد عن تفسيره ما اروحش لاي مفسر وافسره ما لحش عليه ابعد عنه ابعدي عنه هنا لما اشوف الاسد في المنام ويقوم الأسد في المنام خربشني أو الأسد في المنام يعضني ما المنام ده طبعا الحيوانات بأكملها ممكن لو لو أصابتني بإصابة أو عضتني أو في خربشة أو في أذى منها ما فسرش المنام ده منام تاني برضو ما بيكون صعب أوي, أوي 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 أنا كنت عايزه إن أنا أقوله في الأواخر بس هبدأ بيه. وهو منام ان انا اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ميت متوفي. ما فسرش المنام ده يا جماعه. لأن انا لو شفت في المنام ان سيدنا النبي في المنام متوفي او ميت ده امر مش كويس بيحصل لصاحب المنام او بيحصل في المنطقه اللي سيدنا النبي مات فيها. بتحصل امور غير طبيعيه. أمور مش كويسة لأن سيدنا النبي ما ينفعش يموت طبعا سنته موجودة بنعملها فطبعا لما أشوفه في المنام بيبقى الأمر مش محمود إن هو يكون ميت ما فسرش المنام ده الأمر الثاني لو شفت إيه في المنام ما فسرهوش برضك لو شفت نمل كثير من الأعضاء وأحبابنا الكرام بعد ما بنخلص الحلقة بيرنوا عليا يا أبو يحيى عايزين تفصل لنا النمل احنا بنشوف النمل في المنام كتير بنخاف منه منهم اللي بيقول حسد ومنهم اللي بيقول سحر واحنا بن... بن... بنخاف من الاشارات دي فاتمنى ان تفسر المنام ده انا بقول النمل احيانا بيكون حلو أو قوي قوي في المنام لما بيخش في البيت بالطعام انما امتى ما فسرش رؤيه النمل وعلى فكره النمل كمان بيدل على الجنود لما أشوف نمل دخل مدينة أعرف إن في جنود هتخش المدينة ديًا أو في عسكر هيخش المدينة ديًا أو القرية ديًا. ما فسرش إمتى رؤية النمل في المنام لما يقرصني وألاقي في بقع ولقي في بقع في إيديّا. لما ألاقي النمل بياخد الطعام من بيتي ويخرج بيه بره. يا الله أنا بقول ما فسرش المنام ده. طيب ما عشان ما حيركوش لازم يا أبو يحيى تقول لنا ليه ما فسرهوش؟ علشان فيه ضرر ليا. طيب ما تعرفنا إيه الضرر علشان فعلا ما نفسرهوش. معانا اتصال؟ السلام عليكم. معانا اتصال لأستاذة هبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي حلمين صغيرين كده. اتفضلي يا أستاذة كانت... هبة. بنت اختي كانت حلمت انا والدتي متوفيه الله يرحمها فهي حلمت ان في كان في طفل صغير ميت وهم واخدينه عشان يدفنوه تمام فبنت اختي جفت دخل ان هو خالها عبد الفتاح هو اخويا يعني ان هو ده فبتقول شويه ولقيته قاعد معايا في الاوضه يعني مش هو وبعدين بتقول شافت والدتي راحة يعني لابسه بتقول بني جلابيه بني وطرحه بني كده بس الجلابية ظن فيها وردة صغيرة كده يعني كانت عندها أصلاً. تمام بس بتقول كان شكلها حلو يعني في في اللبس وكانت طويلة وبصحتها يعني لأن هي كانت ميتها مريضة فهي راح لها عمالة بنت أختي بتقول لها أنت شكلك مبسوطة يا تيتا بتقول لها أنا مبسوطة أه عشان ابنك معاكي وكده بتقول لها أه أنا مبسوطة عشان ابني معايا وهتبسط أكتر لو أنت جيتي معايا بتقول حطت إيدها على رقبتها فضلت في تخنق فيها وعايزة تاخدها معاها استنيني يا استاذه استاذه هبه هقطع المنام بتاعك مين اللي بتخنق فيها الميته بتخنق في مين؟ اه اه, اه امي بتخنق في بنت اختي بتخنق فيها؟ اه عماله تخنق فيها وبتقول لها عايزه تاخدها معاها اه. اه بعدين بنت اختي بتقول لها لما بتيجي تخنقني بتشوف وشها حد تاني وش حد تاني بتتغير يعني امم زي ايه؟ تخنق. ما تعرفيش؟ اه يعني ممكن وشها هي هي بتقول كانت عامله اقرب لشكل بنت اختي دي تمام يعني ما كانش وش والدتي بتقولوا اول ما تشيل ايدها من عليا بترجع وشها زي ما هي بس بتقول له عماله تضغط على رقبتي او انا خايفه وعماله اقول يا تيتا طب لما اخلص امتحانات انا لسه مخلصتش خلصتش مع بنت اختي دي متجوزه ومخلفه يعني تمام إيه فبتقول لقيت اختي إيه من جوه امل اختها بتقول لها يا تيتا انا خلصت وكده فهي عماله مش عايزه والدتي تاخد بالها من اختها يعني عشان مش تاخدها معاها وكده بس والحمد لله على كده هي بنت اختك دي انت بتقول ان هي متجوزه ومخلفه أوه. بتعاني من من بعض المشاكل الموجوده دلوقتي في حياتها؟ اه عندها اه مشاكل مع جوزها؟ لا يعني يعتبر طيب تمام الطفل اللي مات الطفل اللي مات كان معروف ولا مجهول؟ لا هي فكرته ان هو اخويا عبد الفتاح اخوك اللي عبد الفتاح اخويا ده قاعد معاهم في الاوضه بيتكلم مع امل مع اختها اخوك عبد الفتاح ده عنده كام سنه؟ عنده 33 ما شاء الله متجوز؟ اه بيصلي ولا منقطع عن الصلاة؟ لا الحمد لله هو حاليا بيصلي بس هو فعلا أحيانا بينقطع ويصلي بس الحمد لله هو ملتزم دلوقتي طيب تمام بص يا ستي الفاضلة قولي لأخوكي عبد الفتاح أتمنى من حضرته إن هو ما ينقطعش عن الصلاة ما يأثرش في ذكر الله ليه؟ لأن لما يجي الولد يموت في المنام ويطلع إنه هو أخوك اللي عنده 33 سنة أولاً إن ممكن يحصل لأخوك بعض المشاكل أو بتحصل بعض المشاكل او ربنا بيقول له يا عبد الفتاح يا حبيبي لو مت في المنام مش دليل ان حد ما يقول لك ده طول عمر لا انظر الاول انت بتصلي ولا ما بتصليش كل الكلام ده لكم يا جماعه برضك المنامات بتعلمنا انت بتصلي ولا ما بتصليش لان الموت هنا موت ذكر الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول للانسان اللي بيموت في المنام صلي اذكر الله أنت مش عايش عشان تاكل وتشرب بس، ولا عشان تتجوز، ولا عشان تجيب الفلوس، لأ أنت عايش علشان تذكر الله وتذكر ربنا سبحانه وتعالى وتصلي، فهنا إشارة لأخوك إن كان هو بيصلي قولوا له التزم أوي في الصلاة، تمام كده؟ البنت اللي هي أمك رحمة الله عليها بتخنقها وكلام من ده كنت أنا ممكن أقول أو أو مفسر يشوف المنام ده يقول ده ممكن الشيطان تلبس في هذه المتوفاة ولكن لأ، ده هي لابسة جلابية بني فهنا أنا بقول وفيها ورد أنا بقول إن الست المتوفية دي رحمة الله عليها يعني إن شاء الله مجبور خاطرها في القبر، ربنا هيكبر بخاطرها، ربنا هيريحها، ربنا هيرحمها. أنا بحب اللون البني جدا في المنام. ولكن لما تيجي هنا تخنق البنت اللي هي عايزة تمتحن أو تخلص الامتحان وهي في الحقيقة متزوجة فده عندها بعض المشاكل وبعض الهموم اللي شايلها على أكتافها ربنا يا رب يفك عنها ولكن إزاي الميت يخنقها فده دليل على تحمل وعناء لهذه البنت قولي للبنت ديا ربنا معاكي ربنا يصبرك يا رب حاول بقدر الإمكان تدعي ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنك ما أنت فيه والله أعلى وأعلم لسه معانا للمنام التاني طيب شكرا لحضرتك طيب هنكمل بقيه حلقتنا النهارده واقول ايه ما فسرش المنام ده ليه لان الاسد لو عضني هيحصل لي مشكله كبيره جدا لدرجه ان ممكن الاسد بيقول لك في المنام لو عضني او مسيني بعض جامد قوي ممكن يكون سحر وممكن يكون قضاء اجل فابتعد عن تفسير المنام ده او مشاكل قويه جدا وزي ما قلت النمل لما يخش بيتي وياخد الطعام منه او الاكل منه دي دليله على ايه؟ دليله على ان الانسان ده هيعاني من الفقر وهيعاني من ضيق المال اوي اوي اوي، ليه؟ عايز افسر كده بالبلدي وبالعاميه وبالعلم عشان الكل يفهم. النمل ما يخشش مكان الا ما يكون في طعام بيخزن الاكل بتاعه بيخزنه في الصيف للشتاء. فهنا علشان ياخد الطعام من البيت ويخرج بره عنه يبقى هنا البيت ده بقت اتخجر ما عادش فيه خير ما فيهوش رزق فهنا البيت ده هيحصل له بعض المشاكل المادية فلازم ما فسرش المنام ده أنا بقول كده وبعرفكم التفسير عشان نبتعد ولكن نقول إيه اللهم أعطني خيره وابعد عني شره طيب هنا لو شفت إيه تاني في المنام السجادة زي ما قلت ملفوفة السجادة الملفوفة هنا بتدق على بتدل على ضيق على ضيق الحال على الهوان على التعب على ممكن ضيق النفس سجادة برضو كل اللي هي اللي فيها أثقاب أو ممزقة بتدل لصاحب المنام حياته كلها ملخبطة الرزق معاها مش كويس فأنا بقول هنا ما تفسرش المنام ومعانا اتصال الست أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سمحت أنا لسه عندي حلمين كده اتفضلي قولي الحلم الأولاني انا على طول بحلم ان انا يعني مشوار او اي يعني اي حلم بس الحلم ده متكرر ان في عين ليا ما بتفتحش يعني على طول ماشيه مسافره رايحه مشوار مش عارفه ايه اي حاجه بس في عين ما بتفتحش عين من عينيكي اه ما, بتب... ما بتفتحش من الهواء من اي حاجه تمام من تراب عاصفه اي حاجه بس في عين ما بترضاش تفتح تمام والتانية فاتحة آه... والثانية مفتوحة وشايفة بيها كل حاجة تمام آه تاني حلم على طول بحلم بأخويا لا استنيني يا ست أم أحمد أيوة عندك حد غايب مسافر بره لا طيب عايز أسألك سؤال اتفضل أنت طبعا متزوجة وعندك أولاد ربنا يخلي أه أنت حضرتك أنت حضرتك بتحسي إن إن رؤيتك للحياة أو لبيتك أو للدنيا او حملك او الدنيا معاكي مش مظبطه وبتحس ان هي بتبقى مظبطه شويه وملخبطه شويه ومش عارفه تظبطي نفسك اه المنام ده منام نقول عليه يخص علم النفس يعني ايه يخص علم النفس ان انت بتتحملي كتير واظن ان شكلك كده من نوع اللي بتشيلي الهم على على قلبك زي ما احنا بنقول او على اكتافك وما بترضاش تقوليه لحد والدنيا معاكي ضيقه والظاهر ان مفيش حد بيساندك صح الكلام ده صح عين. طب ربنا معاكي زي ما قلتلك المنام يخص علم النفس او الحاله النفسيه فهنا البصيره بتاعتك المفروض الانسان يشوف بالاثنين عشان يبقى في قوه قوي فهنا انت بتشوفه بواحده بس معلش حلوه الدنيا شويه معاكي ولكن نص نص اصبري لغايه ما ربنا يفتح لك الامر وينور لك بصيرتك اكتر واكتر والدنيا تحلو معاكي والخير يجي والله اعلم قولي منامك الثاني اللهم وثاني منام انا امبارح حلمت ان ان انا ماشيه مسيح... على طول برضه الحلم ده متكرر ان انا في ماشيه رايحه مشوار والمشوار دوت يعني خصوصا عند والدتي تمام وانا و... رايحه او وانا راجعه بيتوها عيل من عيالي امم انا معايا ثلاث اولاد بيتوه اي حد فيهم معلش هقطعك امبارح مع... يا ام احمد معلش هقطعك انا اسف اللي بيتوه البنت ولا ولد على طول بيتوه مني يا احمد اه أو ابنك اه كام سنه؟ امبارح اه عنده حوالي اربع سنين دلوقتي كملي المنام امبارح آه... حلمت ان هو تاه مني وهو يعني مش تاه مني انا نسيته في المترو في آه الشنطه الشياله اللي هي بتاعه الاطفال دي حطيته على الكرسي جنبية ونزلت وسبته فعمته وبنت عمته كانت معايا فانا عماله ادور عليه جوزي بيتصل بخو... باللي هم لسه في المترو عشان ياخدوه فالتليفون مش مجمع خالص وبعدين لقيته في نفس سنه اللي هو فيه دلوقتي فجوزي ماسكه في ايده فالمترو وهو ماشي داس على رجله فبنتي بنتي الثانية بتقول لي ده في ايه ده في دم في دم في رجله فانا بقول لها لا ما فوش حاجه وبقاوش ان يكون رجله ما فيهاش حاجه يعني انا بقاوش وبعافر ان هو ما يكونش فيه حاجه بتكذبها ان رجله فيها دم بس انا ما شفتش دم بس كده اه وفي حلم معلش لا استنيني بس استنيني طب استنيني من فتره كده من فتره من فتره كده قريبه ابنك تعب ولا حاجه شويه لا طيب بتخاف على ابنك طبعا ودي شيء مؤكد كتير جدا جدا اه انا شوفه قلقانه عليه ده انت قلقانه عليه الحلم ده برضه كنقول أوه. كمان نفسي والظاهر ان الاستاذ الكبير بتاعنا الشيطان كل شويه يخوفك وكل شويه يوجع قلبك على ابنك فاستعذي بالله من الشيطان الرجيم من هذا المنام لانه الظاهر ان هو عرف ان احمد ابنك ده طبعا وطبعا الابن بيبقى حاجه كويسه جدا يعني ربنا يبارك لك فيه يا رب فانت بتخافي عليه قوي وقلقانه عليه حتى لو خرج هو راح فين او جه منين او كلام من ده فحاول بقدر الامكان استعزي بالله من الشيطان الرجيم ان جالك منامات زي دي يعني أو حتى لو قاعدة مع نفسك هتلاقي نفسك إن أنت بيجيلك بعض الأمور الذهنية أو الفكرية اللي طبعا الشيطان بيلقاها في قلبك وفي فكرك إن ابنك هيجرى حاجة، إن ابنك هيتوه منك، إن ابنك هيتعور، إن ابنك حد هيخطفه. فيا أم أحمد الحلم ده من الشيطان عايز يقلقك، عايز يخوفك على ابنك ولكن ما تخافيش وقولي له أعوذ بك من الشيطان الرجيم أنت عدو الله وأنت ضعيف ولا تقدر علي لأني معايا ذكر الله. تمام كده؟ طيب شكرا تمام طيب انتظرونا يا جماعة بعد الفاصل ما تروحوش في أي مكان تاني ورجعنا لكم تاني من الفاصل اهلا بحضراتكم النهارده هنتكلم عن المنامات اللي انا بقول لكم عليها ما نفسرهاش عند اي معبر ولا نهتم بها ولازم نبعد عن تفسيرها طيب زي ايه يا ابو يحيى زي لو لقينا القمر وقع على الارض يا الله القمر يقع طبعا في الطبيعه عمر القمر ولا الشمس يقع... ما يقعوش اصلا طبعا على الارض ولكن في المنامات زي ما نقول نقول كل حاجه بتحصل بنشوفها في المنامات طيب القمر لو شفناه وقع على الارض او سقط على الارض وقع كده والمنام كده بيوجع القلب كده او الانسان بيخاف منه ده دليل على ايه دليل على ان ممكن عالم من العلماء اللي هم الكبار عالم من ذو الدين عالم كبير ممكن يتوفاه الله سبحانه وتعالى ممكن يكون انسان ذو منصب عالي جدا جدا يتوفاه الله سبحانه وتعالى تمام هنا كمان بيدل على برضك اللي ايه ما فسرهوش النجوم برضك لما تقع على الارض ما فسرش المنام ده الامر الثاني هنا كمان لما اشوف نار شديده جدا جدا في المنام النار في المنام لما اشوفها واشوفها بشكلها يعني فظيع او غليظ ما فسرش المنام ده لان اكيد مليون في الميه بخاف منه جدا جدا ومعانا اتصال تاني الاستاذه مريم يا سلام عليكم. استاذه ناديه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تحياتي لحضرتك وشك البرنامج تحياتي لحضرتك يا فندم الله يخليك يا فندم منور الشاشه والله انت اللي منوره يا فندم الله يخليك عندي بس حلمات يا واري. هاتي منامك الاولاني اتفضلي طيب يا اختي حلمت ان اخويا الله يرحمه اسمه حمدي الله يرحمه ماسك كوبايه شاي في ايده وقال لها معلش انا كنت مقصر معاك الفتره اللي فاتت ده الحلم الاولاني حضرتك الله تمام اختك أخت،, أخت... مين اللي حلمان الحلم ده اختي حضرتك أختي. أخ... اختك دي متزوجه يا فندم لا انسه انسه ايوه طب هي هي طبعا قاعده في بيت, بيت باباها ومامتها ولا فين هو الاب متوفى والام متوفيه قاعده مع اخواتها اه يعني باباها متوفى وامها متوفيه ايوه يا استاذه ناديه نعم أختك دي محتاجة إيه عايزاه؟ محتاجة إيه عايزاه؟ آه والله يا صديقي احنا, إحنا يعني اه يعني أنا والأختين والأخ واقعين في ظلم كبير قوي واقعين في إيه؟ في واقعين في ظلم كبير محتاجين إن ربنا ينسلنا والظلم ده يرجع لنا عشان الظلم ده هو اللي ساكرنا حضرتك. وأختك اللي 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 المتوفي قال لها أنا آسف لكِ أو بتأسف لها برضك واقع عليها ظلم؟ قل لها معلش آه أنا مؤشر معاكم الفترة اللي فاتت. أه تمام أيوه. تمام. اسمها إيه أختك أوه. ديًا؟ هناء. اسمها هناء. أيوه. يا ربنا يا رب إن شاء الله ينصرها إن كان لها فعلًا ظلم عليها ظلم. أيوه. ربنا سبحانه وتعالى بيبشرها إن شاء الله إن هو هيرفع الظلم ده وهينصرها إن شاء الله بإذن الله. بس في حاجة مهمة ده. جدًا. أيوه. لازم حضرتك تقفوا من جنب البنت ديًا اللي ما تتجوزتش تقفوا معاها بكل قوة تصبروها. تطبطبوا عليها بمعنى الاصح تاخدوها في حضنكم بعد اذن حضراتكم لان الظاهر ان في قلبها حاجات ما بتقولهاش لكم او محتاجه حاجات ما بتقولهاش لكم فحضنوها وشوفوها هي عايزه ايه. والله على علامات منامك التاني. طب هي برضو اللي حلمت ان والدتي وخالتي الله يرحمهم واقفين جنب بعض. تمام. وكان في اتنين كرسي وكل في كرسيين محطوطين وكل كرسي تحتيه رغيف عيش. اه تمام وبعدين والدتي قالت لها قالت لاختي اللي هي هناء دي قالت لها روحي خدي لك رغيف عشان انت ليكي حق وانا هجيبه لك تمام تمام حضرتك تمام و... وفي حلم تاني هي برضه حلمته فتحت الشباك يا استاذه ناديه يا استاذه ناديه نعم, نعم. اختك فعلا حد ظالمها حد ظلمها, ظلمها جامد جدا هو حد ظالمها هي و وجول تاني وقع علينا احنا وهي كمان جدا جدا يا فندم يا رب يفك عنكم بس ربنا يفك عنكم هي ال... الواقع والمنام هنا على فكره أوه. الرغيف العيش انا بقول لك حاجه مهمه جدا جدا خلي خلي بالك وان شاء الله نبقى نعمل حلقه أيه. للخبز الرغيف العيش هنا او او الخبز ده دليل على سنه او دليل على مده معينه وربنا سبحانه وتعالى هياخد حق اختك ثالث وام من اللي ظلمها قول لاختك استبشري خيرا طالما ان الميت جه بيقول لها كده وبيقولها لها خد رغيف العيش وبيقولها لها لك حقك او زي ما قال ده دليل على امر مهم جدا دليل زي ما بقول دايما باستمرار ان الميت ما بيعرفش يتكلم من عنده ان الميت ما بيجيبش حاجه من دماغه ان الميت ما يقدرش يعمل حاجه اصلا لانه مبعوث من الرحمن الرحيم ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قول كذا وقول لهم كذا لان ربنا سبحانه وتعالى بيطلع الاموات على اهلهم من الافراح ومن التعب ومن الضيق، فهنا الاموات عارفين ان انتم مظلومين. الاموات هنا وامها عارفه ان هي مظلومه وجاي وفي حد جاي عليها. فربنا هينصرها ان شاء الله، لان رغيف الخبز دليل على اقتراب اقتراب حاجه مهمه جدا هي ايه؟ ان ربنا هياخد حقها. ربنا هيبشر بيبشرها بالخير. الكراسي اللي موجوده في المنام دي للاموات عز وخير ورفعه وحاجه جميله جدا جدا. بشريها ان ربنا ياخد حقها قريبا جدا والله اعلى واعلم. لسه موجودة معانا ولا؟ طيب شكرا لحضرتك أستاذة نادية، هنكمل تاني الإشارات والمنامات اللي ما فسرهاش أبدا وهي إن أنا أشوف عالم في المنام بيموت، إن أنا بشوف في المنام مدنة بتقع، ما فسرش الكلام ده، إن أنا أشوف وأنا ماشي في الطريق أنا أشوف طين قتيل وماشي أد أد أدوس فيه ومش عارف اطلع منه ما فسرش المنام ده زي ما قلت لكم النار الشديده القويه قوي اللي هي تخوف وخلي بالكم لان في بعض المعبرين وهم على دماغنا من فوق اول ما بيجي رمز النار يقول لك لا ما تفسرش المنام انا بخاف منه بس خلي بالك في برضك النار ساعات بتكون فيها فايده فيها خير فيها ان احنا بنستفاد منها نطهر على الطعام نستفاد منها في امور كتير جدا نطهر بها حاجات كتير جدا ولكن لو جات في المنام مرعبه الأحاء اللي في قلبي ان النار اللي انا شفتها دي تخوف او ترعبني ما فسرش المنام لان هيصيبني مشاكل هيصيبني تعب والله اعلى واعلم لو شفت تاني في المنام ثعابين وبالذات التعبان اللون طيب معانا اتصال الحاجه مديحه السلام عليكم ازيك يا حاجه مديحه ازاي حضرتك عامل ايه منور الشاشه والله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاول انت اللي منوره والله حضرتك بنستناك يعني يا ستي ربنا يكبر بخاطرك والله يعني ويسعدك ويسعد قلبك الله يخليك والله انا يا شيخ عندي حلمين كده امريني تحت امر حضرتك اه اول حلم انا حلقت ان اه اه لقيت قطه سودة خالص لونها اسود قوي قوي واقفه على شباك الصاله عندي فانا عماله اقول لها هش امشي فلقيتها بتدوم قوي على على شفايفها ليا وبتبص لي بصه وحشه قوي بغل ومشيت وفجاه لقيت القطه الثانيه داخله من باب الشقه بس بيضه ومنقطه بنقط صفرة كده ده اول حلم طب انت حضرتك إيه متزوجه يا فندم صح؟ اه طبعا عدد بيت عيلة ولا في شقة لوحدك؟ لا هو بيت عيلة بس كل واحد في شقة لوحده طيب في حد كده أنتِ ما بتحبوش واحدة ست كده ما بتحبهاش والتانية ممكن تكون يعني هي قلبك مستريح لها شوية؟ اه أيوه طيب خلي بالك منها قوي علشان هي قطة سودة قلبها أسود ربنا سبحانه وتعالى بيقول خلي بالك منها أوعي تطمني لها أوعي تقولي لها سرك اوعي تعرفها حاجه عن بيتك علشان هي مش حلوه ليكي وقلبها من جوه اسود لا حتى كمان القطه البيضه اللي دخلت لكم منقطه باصفر بالرغم ان هي منقطه باصفر وقطه بيضه فدليل على ان هي يعني ايه بتصطنع ان هي بتحبك بتصطنع ان هي حبيبتك ان هي صديقتك ولكن فيها نقط صفرة فيها التعب فيها الهموم فيها المشاكل فانا بقول لك من القناه هنا حافظي على اسرارك ما تعرفيش اسرار بيتك لحد وخلي بالك منهم قوي قوي والله اعلم اعلم هاتي منامك الثاني والله انا حلمت بوالدتي المتوفيه ان احنا على سطح زي بيتنا القديم كده ملفوف صور بس فانا طالعه في ايدي صنية ومعايا ابني الصغير فانا نزلت ابني من على السلالم بتاعه البيت فهي بتقول لي مالك بقول لها والله يا امي ده انا تعبانه ورجلي بتوجعني قوي فراحت قالت لي طب خلاص تعالي ايه معايا فانا جيت ماشيه معاها لقيت والدي متوفي برده معاه جريده راح رمى الجريده دي بيني وبين والدتي وقال والدتي سيبيها ما تاخديهاش معاها فهي بتقول له انا هاخدها عشان هي تعبانه بعديها انا فضلت اعيط اعيط لقيت ايه هي بترن عليا بتقول لي امال انت عايزه ايه قلت لها انا مش عايزه حاجه يا امي راحت قالت لي طب خلاص بطلي بكره بس استاذ الفاضله نعم انت حد قالك ان انت عندك سحر لا انت ما ظننتيش ان انت عندك سحر لا طيب عايز اقول لك على حاجه بسيطه جدا ايوه بعد اذن حضرتك انا مش بخوفك ولا اي حاجه خالص ظروفك حد. ايه ظروفك ايه وحياتك ايه وعامله ايه انت عندك لخبطه ولا... كتير اه الدنيا مش مظبطه معاكي طب اخبارك انت وجوزك لا شويه بنبقى كويسين وشويه انا اللي ببقى مخنوقه ومش طايقه جوزي وببقى عايزه اسيبه وامشي وعلى طول بحلم بتعبين سوده كده بتنزل من شجر في طريقي وانا بجري منها طيب بعد اذن حضرتك انا عايز اطلب منك طلب مهم جدا اتفضل ارجوكي ارجوكي اقراي بتعرفي تقراي طبعا اقراي سوره البقره يوميا ممكن لمده اسبوع واحد اه تمام كده يا فندم اي عايزك تقراي سوره البقره او عشان ما اشكش عليكي لان ممكن الناس بتتعب منها كتير عايز تقراي آه. عايز عايزك تك... تجيبي ميه تمام كده تجيبي آه. كوبايه ميه نظيفه وتقراي عليها سوره سوره الفاتحه تمام كده؟ اه واول البقره وآية الكرسي وأواخر وآية 102 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تمام كده؟ اه وتخلي نفسك تنفخي في قلب الميه وانت بتقرأي، تمام كده؟ وآخر البقره وعايزك تقرأي لي كل هو الله أحد، كل هو الله أحد، كل أعوذ برب الفلق، كل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، تمام كده؟ تمام وبعد ما تقرأي تمام كده اتفولي تمام. اتفولي في الكوبايه ثلاث مرات ورقي نفسك واشربي من الكوبايه ودي لجوزك وادي لاولادك تمام يا فندم تمام وهنتظرك طب. ان شاء الله الحلقه الجايه ترن عليا تقولي لي ايه اخبار ايه الاخبار اللي معاكي يا شيخ يحيى انا دايما بحلم ان انا لما باكل دول في باله طالع منه دود بتقولي ايه يا فندم أما باجي يعني أنا شفت في المنام إن أنا ماسكة دولسي باكله لقيت طالع منه دود وراس بنتي طالع منها دود يا أستاذة أيوة ارقي نفسكم لأن أكلكم منظور تمام كده؟ بالرغم إن الدود أحيانًا ممكن يكون بيدل على الأولاد بس هنا منامك ما بيدلش على الأولاد ولكن هنا أحيانًا الدود لو هنا نفسروا في منامك إن أنتوا حضرتكم منظورون جامد قوي قوي تمام كده؟ والظاهر إن في حد يعني واخد باله منكم او حد مضايقك طيب لو مفيش حد مضايقك يا استاذه الفاضله هنا ممكن يكون الشيطان طيب انا بطلب منك طلب مهم جدا بعد اذن حضرتك يتمنى من حضرتك تنفذيه اولا ارقي نفسك زي ما قلت لك أيوة. الامتناع الامتناع عن الجلوس الكتير في الحمام الامتناع عن الاستحمام بالميه السخنه الامتناع ان يكون في اوضه النوم مرايه تمام كده غطيها غطيها او ابعديها تمام كده يا فندم وعلى طول بعد اذن حضرتك عليك عليك باية الكرسي قبل ما تنامي والفاتحة والاخلاص قبل ما تنامي على طول ان شاء الله ان شاء الله اسبوع واحد وهتدعي ان شاء الله وربنا هيصرف عنك اللي انت فيه ورجليكي والتعب اللي انت فيه هيروح نهائيا انت عندك حاجات بسيطة جدا صغيرة وربنا ان شاء الله هينصرك على الشيطان وان شاء الله هتكوني كويسة قوي 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 ما عادش هيحصل حاجة تاني ولا انت تزعلي من جوزك ولا جوزك يزعل منك والله اعلى واعلم طيب هنكمل تاني معاكم الاشارات اللي انا مافسرهاش في المنام هنا لما اشوف اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على سيدنا النبي الاول كده وتعالى نصلوا كتير على سيدنا النبي علشان نقدر افيدكم وتستفادوا مني ونصلى على سيدنا النبي يسلك لنا الطرق ويفتح لنا الابواب المغلقه هنا لما اشوف في المنام تعابين زي الاخت الكريمه بتشوف تعابين كتيره اسمعيني يا اخت الكريمه التعبين بتعمل ايه الثعبان الاسود هو عدو كثير من المفسرين اول ما نسمع ثعبان اسود فبقول لك عدو ولكن هنا نسيوا يقولوا العدو ده مين العدو ده انسان ولا شيطان هنا طبعا عدو الانسان اتمنى ان يكون اللي انا اشوفه في المنام عدوي اكون يكون عدو شيطان اتمنى بجد وما اتمناش ان هو يكون عدو انس لان عدو الانس فظيع وحش جدا ما اقدرش عليه لانه عامل زي الفار بيعديني من تحت لتحت ما اعرفوش قلبه في الحقد وانا ما اعرفش انما لو عدو شطان الثعبان ده قال عدوه عدو شيطان على طول اول ما بقرا قران اول ما بذكر رب العالمين اول ما بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينصرف عني ان كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا يعني ضعيف ملوش قيمة فهنا أول ما أشوف تعبان أنا بقول على طول كده هو عدو بس يا ترى عدو من الإنس ولا الجن طب هنا لو عضني في المنام أو مسيني بحاجة في المنام أو بخف وشي سم أنا هنا بقول ما فسرش المنام ده معانا اتصال تاني أستاذة حسناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك يا شيخة كان معايا حلم عاوز يعني تفسره على راسي من فوق. عم... اه معايا ابن عم ابويا يعني كان متوفي في رمضان وحلمته يعني هو في بيته. عم ابوكي؟ بيقول... عم ابوكي يا استاذه الفاضله ابن عمه. ابن عم ابوكي. اه متوفي كان في رمضان وكان واقف جنبه أخيه بيقول ده انا من كتر اللف في العمره حاسس نفسي يعني جعان هات كل لحمه وكده. يعني الميت جعان؟ بيقوله. قالوا هات حتتين لحمة عشان اكل عشان الناس مبسوطة من كتر اللفة في العمرة يعني. ماشي وبعد كده حلمته انه في نفس الحلم برضه ان يعني هو يعني مرة بتحكي ان هو وصاها ان يديني انا شبشب وجلابية. حلمت ان بيديكي شبشب وجلابية؟ اه أي وصى مراته وقال ادي الكيسير شبشب وجلابية وقفص في بصل احمر وابيض وعلب جبن. انت لسه ما اتجوزتيش؟ انا متجوزه بس لسه يعني ما خلفتش يعني بتقول ايه؟ متجوزه ومع يعني متجوزه ليا سنه وشهرين بس لسه يعني ما حصلش حمل لا ربنا هيرزقك مستعجله ليه ما تخافيش ده لسه سنه وشهرين <applause> يعني <تصفيق> لسه قريب ربنا هيكرمك وبكره تفرحي <applause> وبكره تزهقي من العيال <applause> طب <applause> بس <تصفيق> بعد اذن <إحنا> حضرتك <applause> بإذن الله. ابن عم ابوك المتوفي اللي هو عايز ياكل وكان بيلف تعبان قوي في العمره او في الكعبه <applause> وعايز ياكل انا من كنت اه من كتر اللي في العمرة حاسس نفسها احسن او عاوزه في حاجة في قلبي طيب يا استاذة الفاضلة مين اللي حلمان من الحلم ده؟ أنا اللي حلمان. تعرف تعرفي إن الحلم دون بقى بمثابة طوق في رقبتك وبتتأمني بأمانة مهمة جدا عارفة هي إيه؟ إن الميت ده إيه؟ عنده أولاد صح؟ اه معوّد وبنته ومتجوزين ومخلفين يعني طيب مين فيهم محتاج أو في مين منهم عنده مشاكل أو مين منهم بيعاني؟ عارفه هو اكيد ان في حد بس ما اعرفش يعني الصراحه ليه انت مالكيش اتصال معاهم يا فندم معايا بس ما يعني ممكن هو في حاله تعب مشاكل هنا عاديه يعني طيب هنا الميت هنا لما يجوع وعايز ياكل اولا اخبري اولاده واخبري اهله ان هو يعمل له صدقه ويدعوا له ويزوروه في القبر بس ولكن هو في في العمره يعني دي حاجه جميله يعني ما شاء الله شكل الراجل ده كان طيب جدا ومن الصالحين ولكن انت تسالي عن اولاده وتسالي عن ابنائه وتوديهم تشوفي عندهم ايه لان الظاهر لو عندهم حاجه مشاكل او حد محتاج حاجه انت هتقدر تساعديه لان المنام او الميت جالك انت تمام كده والله اعلى واعلم طيب لسه معانا اتفضلي الو ايوه وموصي علينا لمراته إن يديني شبشب الجلابيه دي والشبشب دي يديها انا والقفص بصل احمر وابيض وعلب جبن. بصل احمر وعنب؟ وابيض وعلب جبن وشبشب والجلابيه الموص موصي ان هم يدوهم لنا. تمام واداكي بصل وشبشب وعبايه و و و و و ملبس. اه هي عبايه والشبشب والبصل احمر وابيض في قفص. طيب ابشري يا استاذه الفاضله اسمعيني من التلفزيون وهجاوب حضرتك على تفسير منامك ان شاء الله وابشري ابشري ابشري هنا رؤيه الميت بتكون رؤيه خير قوي 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 يا جماعه عطيه الميت بتبقى فيها فرج من رب العالمين لان انا بقول وهقول بقول وهقول ان الميت مش هيعرف يتكلم او يجي في المنام بمزاجه لانها روح الجسد انتهى بولي الارض كلته الدود كلو الروح اللي عمرها ما تنتهي ابدا في عالم البرزخ الروح دي موجوده اذا كانت روح صالحه تهوم هنا وهنا تشم رائحه الجنه بتكون ربنا سبحانه وتعالى راضي عنها مفرحاها باهلها هنا لما يجي الميت يديكي حاجه فربنا سبحانه وتعالى هو اللي اداكي مش الميت اللي اداكي لان الميت ما يقدرش يعمل حاجه ولكن هو زي نقول جند او بيوصل لك فرحه او بيوصل لك خير فلما يديك الحاجات دي كلها ان ربنا سبحانه وتعالى بيقولك اصبري ان ربنا سبحانه وتعالى بيقولك الخلفه اللي انت يعني عايزاها واتاخرت عنك شويه لا جيالك في الطريق هو مش هيكون ولد واحد ولا بنت واحده لا يا ست ابشري هتكون ذريه كبيره جدا جدا والله اعلى واعلم ابشري بس اخرجي حاجه لله وطلع صدقه كتير بنيه ان ربنا يكبر بخاطرك والله اعلى واعلم طيب احنا كنا بنتكلم على ايه تاني ان احنا ما نفسروش في المنام الثعبان الاسود واحنا اتكلمنا عنه طيب الثعبان هنا كمان اللي هو اللي لونه اصفر لو عضني ما فسرهوش ليه بقى لان الثعبان هنا من كلمته هنا بالذات في اللون الاصفر وخلي بالكم يا جماعه عشان محدش يقول ده ابو يحيى بيفسر غلط لا الثعبان هنا في الاصفر بالذات في في اثنين في لونين الثعبان الاصفر والذهبي اللي هو بيبقى لون لون الذهب والثعبان كمان اللي بيبقى السمك فهنا الثعبان الاصفر لما بيجي يعض حد ما فسروش ليه؟ لأن هنا شوية تعب أو شوية هموم أو شوية نكد هيصيبهم صاحب المنام، طب ليه؟ أنا قلت كده. تعالوا معانا كده بالفلاحي وبالعمية نفسرها. من اسم التعبان الثعبان التعبان تعب. ولما يبقى لونه أصفر يبقى هنا الإنسان أول ما بيتعب أو بيجيله بعض المشاكل الصحية يجي يخش مثلا عليه قريبه أو حد من أصدقائه ينظر في وشه بعد الدموية وشكله الجميل بتلاقي المريض وشه بيصفر شوية يا الله فهنا التعب والثعبان اللون الأصفر بيدل على التعب فهنا لما ثعبان أصفر يعضني أو ي... يعمل فيا حاجة ما فسرهوش أنا بقول كده ما تفسرهوش ولا تروحهم ولكن أنا بفسر عشان تبقوا عارفين وعشان تبعدهم عن التفسير ده علشان ممكن كمان ان هو ما يتحققش لان الدعاء بيرفع القدر يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى بكثره الدعاء 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 والالحاح على رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى من كرمه ومن حنيته ومن جماله ومن رحمته علينا يبعد عننا الشر ده لما شفت تعبان اصفر عضني او حتى شفته بمقدار طول اصفر كبير صغير ما فسرش المنام ده هنا كمان الثعبان لما يجي هنا يكون لونه اخضر او ازرق هنا دليل على ممكن على عدو حقود على عدو حسود على عدو ما بيحبنيش فما فسرش المنام ده على طول ما فسرهوش طيب تمام ايه تاني اللي انا ممكن ابعد عنه بسرعه جدا وما فسرهاش حاجه مهمه جدا 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 وكثير من الناس ممكن يشوفوها بنزعج منها وبخاف بجد جسدي يرتعش لما حد يقول لي والله يا ابو يحيى شفت ان الكعبه بتتهدم يا الله ده امر خطير جدا امر بيكون خطير لصاحب المنام اما في العقيده عنده او في الدين عنده او بعض المشاكل الكثيره جدا جدا اللي ممكن تتم فعلى طول ابعد عن تفسير المنام ده وعلى طول اقوم من النوم أدع رب العالمين اسجد لرب العالمين اقول له ارفع عنا هذا البلاء ارفع عنا هذا الأمر السيء يا رب العالمين والله أعلى وأعلم المنام الثاني ما فسرهوش لما أخش لما بيتي ولاقي بلاط بيتي مكسر يا الله ما المنام ده لأن بيتي هيتلخبط وبيتي هيحصل فيه مشاكل وبيتي هيحصل فيه ألبانة إيه تاني جدران البيت تتهدم برضك ما فسرش المنام ده لأن فيه نكد وفيه هموم وفيه لخبطة والامر المهم جدا اللي خاف منه قوي قوي برضو ان السقف بتاع البيت يقع. من اخطر الـ 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 الاشارات في المنام المنام ده. على طول ابتعد عن ابتعد عنه ما هنا منامات بقول لكم ما تفسروهاش علشان ايه يا ابو يحيى انت بتقول كده. ما عشان ناخد حذرنا، هتاخد حذر من ايه؟ هتاخد حذر من ايه؟ لإن ممكن لو تم هيحصل لك هيحصل لك، رب العالمين بيأتي بهذا المنام وبيقول الإنسان هيحصل لك كذا. وأصحاب الابتلاءات كتيرة، ولكن في هنا حكمة وخير من رب العالمين إن أنا أدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير يذهب عني هذا الأمر. طب ليه ما فسرش المنامات ده؟ هقول لكم حاجة بسيطة جدا. طبعاً كلتنا عارفين قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما دخل معه في السجن فتيان الاولان قال ان انا الخمر والثاني قال اني ارى أني احمله فوق راسه خبزه تاكل الطير منه يعني الطير بياكل منه نبئنا بتاويل إننا نراك من المحسنين سيدنا يوسف كان نبي عظيم جدا فعرف ان 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 الاولاني اللي هو كان بيعصر الخمر ان هو كان صادق في منامه وهيطلع للحاكم وهيبقى ساقي تاني له وهيبقى ليه شان عظيم اما الثاني كان شكله كذاب اخترع المنام من دماغه اخترع المنام من دماغه ولكن كان المنام طبعا سيء ان الطير ان هو بيحمل خبز فوق راسه والطير بياكل منه فسيدنا يوسف صمت شويه كده فالح عليه بالد... بان هو يعبر المنام قال له سوف تخرج من السجن ولكن تخ... تخرج من السجن تصلب وتاكل الطير من راسك قال له يا نبي الله انا كذبت عليك في المنام قال له قضي الامر الذي فيه تستفتيان ليه كده انا قلت قبل كده ان احنا معبرين المنامات او مفسرين المنامات بنجتهد نصيب ونخطا اما الانبياء لا يصيبون لا لا يخطئون ولكنهم لا يعبرون ولا يفسرون انما يؤولون تاويل بيقع المنام كفلق الصبح لان هذا التعبير والتفسير من عند الله سبحانه وتعالى فعشان كده انا بقول لكم ليه ما تفسروش المنام لانه لما فسر المنام ورجع تاني في كلامه قال والله ده لا انا بكذب عليك او لا او كلام من ده القضيه الامر الذي فيه تستفتيان خلاص وفعلا طلع من السجن واتاكل والطير كل من راسه ومات عشان كده المنامات دي ما فسرهاش وكمان هنا زي ما بقول ان السقف البيت يقع يا الله ما فسرش المنام ده ابدا لما امشي في الطريق والاقي نفسي بدات ان انا امشي في ميه مش نظيفه ميه متسخه او طيب معانا اتصال الأستاذة نوره. أه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أفكر حلمين لو سمحت. اتفضلي هاتي منامك الأول. حلمت إني طب اسمعيني يعني أنا أنا أول اسمعيني اسم... محبو... أول حاجة إن أنا زوجي محبوس يعني محبو... طب محبو... اسمعيني 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 من الهاتف ووطي شوية تلفزيون عشان الخط ما يقطعش للاسف الخط قطع هنتظرك تتواصل معايا طيب هنا الامر المهم جدا برضو كلنا ما فسرهوش في المنام لما بشوف نفسي في المنام ان انا بشرب ميه مش نظيفه على طول ما المنام ده طب ليه لان طبعا هيحصل لي بعض الهموم والنكد ولكن ممكن انبه على امر خطير جدا اللي بيشرب ميه في المنام متسخه او مش نظيفه بالرغم ان هو ممكن يتعب او ممكن يحصل له بعض الهموم او التعب او النكد ولكن بقول له خلي بالك من رزق جاي في الطريق حرام. خلي بالك من رزق جاي في الطريق حرام، ابعد عنه. تمام؟ والله اعلى واعلم. ايه تاني في المنام اللي ما فسرهاش؟ البنت المخطوبه اللي دايما تشوف في المنام ان مثلا خطيبها جاي مثلا لها طبعا الحذاء في المنام وهي مخطوبه الحذاء لها في المنام بتلبسه كعب عالي وشكل الحذاء جميل جدا وكلام من ده ولكن بتشوف في الحذاء بعض العيوب او بعض القطع او كلام من ده تبعد برضك عن المنام ده لان ممكن الشخص اللي هي مخطوبه له يكون وحش مش كويس ولكن في حاجه مهمه جدا لاحظتها انا من فتره تفسيري في المنامات مع اخواتي وبناتي وامهاتي ان ان ممكن الشيطان يلعب بالانسان ده يبقى الخطيب كويس جدا ويجي الشيطان يلعب مع البنت دي لعبه ان هو مش عايزه يتجوزها او يجمعهم على بعضهم فيجيب لها ان الجزمه مش كويسه ومقطعه وكعبها عالي او الفستان اللي هي لابساه مقطع او متسخ او كلام من ده ممكن يكون الشخص ده في عيوب بس عايز اقول حاجه المفسر لازم ياخد باله من امر مهم جدا وهو يا ماما هو خطيبك ده انت قعدتي معاه اكتشفتي فيه عيوب شفت حاجات وحشه فيه تقول لك لا والله ده انسان محترم انسان بيصلي انسان عارف ربنا لما اشوف المنام ده اقول لك ما تفسرهوش طب ليه؟ لان الشيطان لعب بيا وعايزني ان انا اسيبه لانه هيبقى انسان محترم و... و... وفي يوم من الايام هتجوزه وانجب منه ذريه صالحه فمش عايز هو الشيطان كده ان هو يجمعنا على بعضنا تمام كده؟ طيب في امر مهم جدا انا ناوي عليه ان انا اجي اقوله لحبايبنا بناتي واخواتي اللي هم لسه ما وتيجي تقول لي يا ابو يحيى قالوه او لها نعم تقول لي انا شفت في المنام كذا وكذا 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 فمن اشارات المنام سبحان الخالق العظيم اعرف ان البنت دي, دي طيب معانا اتصال تاني ام حنين السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله عليك تفكيرك والله الله اكبر عليك ما شاء الله الله لك يا رب ويسطولك والله برتاح جدا جدا تفسيراتك واحلامك بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحفظك يا رب يعني انسان حسن والله يا والله يا, يا ام حنين مش من عندني ده من رب العالمين من عند الله سبحانه وتعالى <applause> انا ولا اسوا اي حاجه والله هو ربنا سبحانه <applause> وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيمن علينا بكل الكلام ده بيمن علينا بالنفحات دي والهبه الربانيه دي اتفضل تحت امرك ربنا يمن عليك اكتر اكتر ويزيدك اكتر اكتر يا ابو يحيى والله محترم جدا وما شاء الله كسرات بسم الله ما شاء الله بصراحه انا برتاح لكسرات احلامك انت سبحان الله يعني الله اكبر ما شاء الله ربنا يكبر بخاطرك يا رب انا بحلم على طول انه بيبقى في طلقه قمر تحت النخل يا يعني اما يكون نخله زي كده ويعني النخله مقطوع منها طريق تمر زي كده وبقطع واكل بتشوفي ثمره تمر تمر يعني بتبقى النخلة وتمر نازل كده منها جميل تمر الله البلح. الله و... وعلى طول وساعات في نخلة قدام مسجد كده والنخلة دي أنا سبحان الله بحب بلحها تمرها جميل جدا بصيت لقيت النخلة دي وقعت وأنا بلقط تمر وآكل وعدت في حاجات كده وآكل تمر وأنا حامل على فكرة الله 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 جميل والحلم ده متكرر معايا على طول ممكن خمس مرات اربع مرات انت حامل في كام شهر انت حامل في ك... في شهر إيه؟ كام انت حامل في الشهر كام في الشهر الرابع كده ابشري بذكر بزو... ان شاء الله اللهم امين يا رب اللهم امين ان شاء الله ربنا يفرحك باذن الله اكملي المنام إيه بص انا حلمت قبل كده اللهم اجعله خير ان انا في مدرسة طب يس انا اعبر لك المنام ده اعبر لك المنام, ده... المنام الاول بص يا ستي اولا رؤية النخلة دي طول عمر لحضرتك ليه لإن النخلة من الـ الـ الاشجار اللي هي طويلة جدا ومن الأعمار اللي هي معمرة في الارض كتير وأن هي دايما شجرة عزيزة لها قيمة كده ولها كيان وأن هي سبحان الله رب العالمين بتنجب الثمار بتاعها البلح تمر وبيبقى طعمه جميل جدا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فضلها في الطعام والمأكل كان بيشبع منها لدرجة قال إن أي إنسان يأكل منها بفرد واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة لو عنده سحر ربنا سبحانه وتعالى بيزول عنه فلما أنت تاكل التمر ده دليل على الرزق اللي جاي بسرعة لأنه تمر لأنه استوى وعلى فكرة إحنا في الموسم الطمر الموسم جه خلاص بس لسه عليه شوية فمن هنا أنت حامل في أشهر ولسه شوية على, على البلح لما يستوى على شجره فهنا قدامه ثلاث خ... اشهر أربعة اشهر فربنا هيقومك بالف سلامه وهتنجبي بكل خير وامن وامان ورزق كتير جاي لك في الطريق هيكون سهل وولادة سهله قوي قوي والله اعلم، منامك التاني. أن انا بحلم مع طول معايا جنيه جديد. بتحلمي بايه؟ بحلم معايا جنيه جنيه جنيه؟ اه جنيه. جنيه. جنيه وبكون راكبه سياره والجنيه دي معايا في الشنطه عايزه ادي بتاع السياره جديد لو خايفه عليه مش عايزه اشتري لحد. تمام. بس كده إيه وعلى طول بركب سيارات جديده بيضة على طول سياره بيضة على طول اتوبيس <applause> ابيض تبقى في ناس والناس دي تقعد قاعده وانا من قدام وبقى لهم ساكتين بقوم بقول لهم على رسول الله ونبقى نمزح مع بعضنا بالصلاه على رسول الله مع علي افضل الصلاه والسلام الله على طول الحلم ده ما شاء الله ان انا بسيارات في في سياره جميله 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 سيارات بيضة سيارات كبيره برضو إيه على طول اللهم اجعل الخير برضه بحلم ايه <متحدث> انت عندك اولاد لا استنيني انا افصل لك حلم حلم انت عندك انت عندك اولاد عندي بنتين ربنا يخليهم لك يا رب ان شاء الله انتظري ذكر جاي لك في الطريق باذن الله ولكن عايز اسالك سؤال انت انت كسرت الاماني قوي صح انت انت كسرت الاماني عندك امنيات كتيره وبتدعي ربنا أوى أوى ان هو يحققها صح انا على طول في الذكر والصلاه على رسول الله اكتر حاجه معايا تمام انا واثق مليون في الميه طالما انت ذكرتي اسم النبي وقلت لهم صلى على سيدنا النبي انت ليكي ورد في الخفاء ليكي ورد اه ما شاء الله اه اه بس الحمد لله مش عايزين مش عايزين نهيص ونقول قدام الناس عشان مش حد يحسدك لا لا والله انا ليا ورد فين وبره ربنا بنيتي ربنا يكرمني ويجبر الخطا يا فندم عارف ان انت عارف ان انت ليكي ورد في الخفاء وورد تقيل كمان وورد دون يطلعك لفوق قوي ويخليكي ترتقي قوي قوي اثبتي عليه امسكي امسكي عليه كده بكل قوه اثبتي على عليه يعلم والله. الامر الثاني ان انت عندك امان كتير قوي بتتمني بامور كتير قوي وبتطلبي من ربنا ان ربنا يحقق لك ودايما رفع ايدك لله ان هو يحقق لك الامان ديا صح الكلام ده الله ربنا كتير. الحمد الله. أمانك ربنا كتير والله ابشري ان شاء الله ابشري ان ربنا ان شاء الله هيفرحك وهيحقق لك امانيك والله اعلى واعلم طيب يا جماعه انا عايز ابين لكم حاجه بسرعه جدا قبل ما الحلقه تخلص وهي البنات اللي بيكلمونه باستمرار ويقولوا على منامات ويا ابو يحيى كذا وكذا فبعرف على طول من من المنام ان البنت دي بتحب ولد او البنت دي متعلقه بولد او البنت دي مستنظره ولد يجي يتجوزها فبتقولي ايه اه فعلا انت عرفت ازاي او لها المنام باين باين والمنام بيقولك يا بنتي يا حبيبتي يا اولاد يا اولاد الناس الكرماء يا بنت انت وهي الواد اللي بيجي يقولك انا بحبك وفي التليفون بحبك يروح يخبط على الباب مش بره في التليفون مش يقابلك بره مش يوعدك سنين 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 وتفضل تحب فيه وهو يحب فيكي وفي اخر يجي يتجوز واحده تانية وتقعدي ترفضي في عرسان 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 جمال جدا والله يا جماعه معايا ناس كتير كده بنات كتير اقول لها يا ماما صدقيني تقولي لا انا بعرف فصل منامات هو بيحبني وهيتقدم ليا فبقول لك خلي بالك ما تعلقيش نفسك بيه ما فيش حد يعلق الحب جميل وكل حاجه ما بقولش لا ولكن خليه يجي يخبط على الباب كوني واثقه ان هو يجي يخبط على باب ابوكي ويتقدم ليكي انما علشان ترفضي عرسان ترفضي عرسان ترفضي عرسان وهو في الاخر يجي يقولك انا اسف في اللفظ امك في العيشه ولا طارد ويروح يتجوز واحده تانية ويسيبك تكبري خمسة وثلاثين 40 سنه والله كتير كده يا جماعه في ناس واحده منتظره بقالها 10 سنين وبترفض عرسان كتير والله أعلى وأعلم أتمنى يكون الحلقة عجبتكم يا رب تكون الحلقة فادتكم طيب الحلقة لو ما صلوا على سيدنا النبي فالصلاة على سيدنا النبي هيفيدكم كتير قوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظرونا في حلقات قادمة إن شاء الله كتير قوي قوي مع شفت منام والصحة والجمال السلام عليكم